عقدت الهيئة العامة للصناعة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انطلاق الدورة الخامسة من جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة بهدف رفع كفاءة القطاع الصناعي بالكويت والنهوض بمستواه التنافسي إقليميا وعالميا. اهتمام القيادة السياسية واهتمام رأس القيادة السياسية بجانب التصنيع ما هو دلالة مهمة جدا، الدولة تريد أن تشجع هذا النوع من الصناعات وتريد أن تنجح أيضا بأن تشجع المصانع المتميزة، وبلا شك يعني الكويت تفخر بوجود عدد كبير من المصانع، وهناك دائما نقولها ونقولها مرة أخرى، هناك لدينا فرصة كبيرة أن نتميز بمجال الصناعات الخفيفة وأيضا الصناعات المتوسطة. مثل هذه الجوائز تعمل على مساعدة الشركات في القطاع الصناعي بأن تكون جادة في الارتقاء بالجودة والكفاءة لتحقيق نمو اقتصادي مستمر. اليوم الهدف الأساسي للمسابقة هي المشاركة في عملية الإصلاح الاقتصادي اللي قاعد تعمل فيه كل مؤسسات الدولة والتنوع في القاعدة الاقتصادية. القطاع الصناعي بالنسبة لنا هي من أفضل القطاعات المنتجة اللي ممكن تثري القاعدة الاقتصادية القادمة وتقدم إصلاحات عملية واقعية في المرحلة القادمة. مهمتنا أن نحاول أن نشجع كل الصناعات اللي بالكويت أن اللي تشوف عندها القدرة أنها ممكن تنافس في هذه الجائزة أن تشارك في هذه الجائزة. المشاركة ليس فقط طبعا الهدف الأسمى هو يعني التشرف بالحصول على جائزة سمو الأمير، ولكن بنفس الوقت هي فرصة للتنافس وإظهار القدرات الصناعية في الكويت. الجائزة تعتمد على معايير دولية في تقييم أداء المنشآت الصناعية والتي تتمثل في 8 معايير أساسية لا بد أن تتوافر في المصانع المشاركة، من أبرزها التركيز على إدارة الموارد البشرية. الهدف من هذه الجائزة هو تشجيع المصانع على قياس أدائها الحالي ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية وتبني سياسة تطوير الأداء المستمر. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.